السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طرق المرأة. اليوم إن شاء الله بما أننا باق في أيام العيد فنقدم لكم طبق اللي هو ديال الدجاج بلدي مع السل بالزبيب والبيض، ونخليكم مع المقادير. هنايا عندي جوج طيور ديال الدجاج بلدي، طبعا مغسولين مزيان ومنقين مزيان، قطعتهم على جوج لأن الدجاج بلدي شوية كياخد طياب، فأنا كنقطعو على جوج وسقطتهم مزيان من هذاك الماء ديالهم. ودابا غادي ندوزو باش نشوفو الطريقة. عندي هنايا 3 ديال البصلات صغيورين، وممكن تستخدموا 2 بصلات على حسب الحجم ديال البصلة. انا هنا عندي 3 درتهم في القطاعة الكهربائية اللي كتقطع مزيان او تحكوهم، المهم خصهم يتقطعوا رقاق تطلقوا الماء ديالهم او يتحكوا. وهنايا عندي نص كاس مخلط ما بين زيت مائدة وزيت البلدية. عندي هنايا زعفران حر، ولا ما عندكم زعفران حر تقدروا ديروا الضامة ديال الزعفران. انا هنا زعفران حر درتو في كاس ديال المو، كنت مرقداه قبل يعني مدة ومخليه مرقد، يعني شوية ديال الزعفران ماشي بزاف، فهو ملي كيطلق كيعطي هذا اللون. وعندي هنايا طبعا الملح، عندي معلقة ديال سكنجبير، وعندي البزار على حسب الذوق دايره هنا نصف ملعقه، عندي القرفه، وعندي الثومه هنا عندي 2 دراس 3 ديال الثومه، وعندي طبعا الزبيب اسود، وعندي معلقه ديال العسل. وغادي ندوزو باش غادي نديرو الدجاج ديالنا في الكوكوط. يعني الطريقه انا كنديرها سهله جدا، كنخلط كل شيء في مره وكنخليهم كيتشحروا واحد شويه عاده، باش من بعد كنزيد عليهم البصله، واخر مرحله طبعا كنزيد عليهم الزيت. هنا كيف كتشوفوا درت سكنجبير والبزار، هنا سكنجبير عندي معلقه عامره على حسب طبعا عدد الطيور اللي عندكم، وعندي هنا نصف ملعقه ديال البزار، كذلك البزار نتوما حرين، انا على حسب يعني باش ما كنقدرش نستحمل البزار بزاف. غادي ندير الثومه. بالنسبه انا القرفه، فالقرفه كدار في اخر مرحله عفوا. هنا غادي ندير الثومه، عندي هنايا 2 دراس كبار ديال الثومه، تقدروا ديروا 3 او 4 الثومه كذلك كتبقى اختياري، هو الدجاج عموما راه كيبغي الثومه. وغادي ندير الملحه، غادي نملح حسب الذوق يعني اللي غادي يحتاجوه ليا 2 طيور. كيف قلت لكم الطيور ماشي من الحجم الكبير، هذا الحجم المتوسط يعني ما صغيرينش بزاف وما مكبارش. غادي نضيف القليل، بحال تقريبا غادي نضيف الربع ديال هذاك الكأس اللي فيه الزعفران، غير شويه ماشي بزاف كيف كتشوفوا. غادي نضيفه في الاول مع التوابل باش كيتخلط ليا، كيخلي التوابل يتخلطوا مع بعضهم صافي، وكنحركو على اساس انه كنخلي واحد شويه يترقد، ما كنخليش انا مده طويله غير شويه صافي. ومن بعد كنديرو على النار، هنا كيف كتشوفوا خليته يتقلى، وسمحوا لي لان طاحت لي السيبور اللي كندير فيها التليفون، فانا شاده دابا التليفون غير بايدي، ما عرفتش يعني نشدو ونصور لكم في نفس الوقت، يعني نصور ونخدم. المهم كيف كتشوفوا هاني درته هنايا من بعد ما تشحر واحد شويه، ضفت ليه البصله، وغادي نخلي كذلك البصله تشحر واحد المده كيف كتشوفوا عاده، باش غادي ندوز باش غادي ندير ليه هذاك الزيت اللي عندي. طبعا كيف قلت لكم تا كتشحر البصله معاه كنخليهم كيتشحروا، فكنشحر في الاول التوابل ومن بعد بشوي كندير البصله حتى كتشحر تاي شوي، وكنضيف الزيت وكنخليه واحد شوي عاده، باش كنجي كنخوي عليه هذاك الشيء اللي بقى ليا من الكاس صافي، وكنسد عليه ونخليه يطيب مزيان لانه كيحتاج طياب. من بعد ما كيطيب كنحيد هذاك الدجاج على جانب، وكنخلي غير داك المرق اللي كنشربوه واحد شويه، الا بقى لكم مرق بزاف غتشربوه، انا هنا مابقاش ليا بزاف الجهد، خليته كيغلى، حيدت منه طبعا الدجاج خليته على جنب، وغنعقد هذيك نخلي ديك المريقه تعقد ليا كيف كتشوفوا. غادي نضيف ليها هنا القرفه
اللي كنت احتفظت بها في الاول، وغادي نضيف ليها المعلقه ديال الكبيره ديال العسل او السكر على حسب اللي عندكم. صافي، وغادي نخليهم يتعسلوا. طبعا في كاسرونه هنا كنت درت الزبيب من قبل انه يترقد، زدت عليه شويه ديال الزبيب ابيض، خليته كيترقد في الماء، ومن بعد حيدت عليه الماء ودرت ليه ماء اخر. صافي، وخليته كيغلى واحد شويه، درت ليه من بعد ما غلى درت ليه شويه ديال السنيده وداكشي اللي بقى عندي من القرفه. صافي، نخليه يتعسل مزيان، وممكن تضيفوا لي شويه من المرق ديال الدجاج اللي كان عندكم المرق شايط، يعني المرق وفير، نهزو شويه ونضيفوه ليه. صافي، وكنعسلو. ومن بعد هذا هو الطبق ديالنا. كيف كتشوفوا انا قدمته هنا في الطاجين، نتوما تقدروا تقدموه في صحن، يعني طبق خاص تاع التقديم. زينتو بالبيض مسلوق وحطيت هذاك الزبيب في الوسط، ممكن ديروا البرقوق المشمش تاع عسل كيبقى اختياري، انا فقط هنايا درت الزبيب هو المتواجد عندي والبيض. كنتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساوش طبعا لي لايك.